كلنا تابعنا الساعات اللي فاتت لحظة خسارة الزمالك في مباراة القمة للدوري المصري، وكل يوم أحداث جديدة بتحصل. الزمالك مش ملاحق على الأزمات دي، شكاوى هنا تغييرات هناك، والوسط الرياضي على كف عفريت، ومحدش في إدارة الزمالك عارف يسيطر على الأمور، لحد ما قالك اللي غلط هيتعاقب، من كهربا لشيكابالا، حتى مرتضى منصور مطلوب أمام لجنة الانضباط. لأ استنى، هو في حد يقدر على المستشار؟ بيخافوا منه ليه؟ مفاجأة هتعرفها لأول مرة بالفيديو ده للجنة الانضباط استقالت بعد هجوم مرتضى منصور عليها، فخليك معانا بالفيديو ده هنقولك كل التفاصيل. مرتضى منصور الأيام اللي فاتت اتقدم ضده 3 شكاوى لاتحاد الكرة ورابطة الأندية ولجنة الانضباط من الأهلي. أعلن الأهلي في بيانه إن ألفاظ مرتضى منصور يعاقب عليها القانون، خاصة بعد تجاوزه في حق كهربا ووالده والتحقير منه والتريقة عليه وتطاوله كمان على النادي الأهلي ومجلس إدارته. المفروض إن مرتضى منصور بقى هيمثل أمامها علشان يتم الاستماع ليه بسبب الشكوى المقدمة من الأهلي ضده بعد تصريحاته المسيئة لكهربا. لا التقيلة بقى إن لجنة الانضباط استقالت، بس ده ما حصلش من الباب للطاق كده، لا ده بعد الهجوم الكبير اللي حصل من مرتضى منصور للجنة الانضباط. مرتضى منصور هاجم لجنة الانضباط وقال ازاي يعني حققوا معاه، انتوا مش عارفين بتكلموا مين؟ مرتضى منصور قال انا بنبه محمد عبده صالح رئيس لجنة الانضباط، بلاش مرتضى منصور، مرتضى كان رئيس محكمة وانت لسه ما تخرجتش من الكلية، انت فاكر اني هخاف لما تقول انا عاوز مرتضى منصور احقق معاه في شكوى كهربا والنادي الاهلي؟ بلاش انا. بص يا سيدي خلينا نتكلم قانوني، انا هكلمك قانونا، انت ليك الحق اتحقق معايا، هو مش انا من ضمن المنظومه من اللجنه بتاعتك؟ نفترض ان جمال علام غلط، انت هتقدر تحقق معاه؟ نفترض ان احمد دياب غلط، انت هتقدر تحقق معاه برضو؟ دول مش خاضعين للجنه الانضباط اللي انت رئيسها، لانك بتحقق بس مع منظومه معينه خاصه بفريق الكوره، مدرب، مدرب مساعد، لاعب، اداري. منصور كمل كلامه كمان وقال المحكمه الاداريه العليا اكدت الجمعيه العموميه هي الوحيده اللي لها الحق تحاسبني او تسحب الثقه مني ان وجب ده. انت مالكش حق تحقق معايا في مستشارين قانون في اتحاد الكره محمد المشطه وحسين حلمي، وقالوا لك انت كده بتعمل مشكله علشان عارفين ان مالكش حق ان انت تحقق معايا. مرتضى منصور قال انا هرفع عليك قضيه، هطلب تعويض 20 مليون جنيه علشان بعتلي جواب قلتلي تعالى احقق معاك. من بعد هجوم مرتضى منصور ده اعلن رئيس لجنه الانضباط انه هيتم اصدار بيان رسمي خلال الساعات دي علشان يحدد موقف اللجنه، وفعلا موقفهم كان الاستقاله، وشايفين ان المناخ لا يصلح للعمل، وان بعض القائمين قاموا عليها بالتردي في القيم والاخلاق، وبكده اعتذرت اللجنه عن عملها التطوعي اعتبارا من النهارده، وان اللجنه بتحتفظ بكل الحقوق القانونيه تجاه التجاوزات اللي صدرت ضدها. يا ترى سبب الاعتذار هجوم مرتضى منصور عليهم، ولا ان فعلا لا يحق لهم التحقيق معاه زي ما منصور قال؟ طيب ازاي عامر العميره خبير اللوائح قال في مداخله هاتفيه في برنامج بلس 90 على قناه النهار ان لجنه الانضباط بالاتحاد المصري لكره القدم المتواجده في الوقت الحالي غير قانونيه، وان من المفترض على مجلس الاتحاد المصري بعد نجاحه في الانتخابات انه يتم اجراء جمعيه عموميه غير عاديه لاختيار لجنه الانضباط، ولكن ده ما حصلش. ده طبعا كان رده على الشكاوى المقدمه ضد كهربا وشيكابالا لما قال اللجنه قانونيا ما تقدرش تصدر اي قرار ضد الثنائي، ممكن يتم اصدار اي عقوبات ولكن مش هتكون على اسس، وان كهربا مش هيتعاقب، ولو ثبت ان شيكابالا اتسبب في اثاره الجماهير هيتم ايقافه 4 مباريات. بالنسبه لكهربا حضر لمقر اتحاد الكره الساعات اللي فاتت وفعلا تم التحقيق معاه من قبل لجنه الانضباط، وكده هيتبقى شيكابالا. طيب موقف كهربا وشيكابالا بعد استقاله اللجنه ايه؟ ده اللي هنعرفه الساعات اللي جايه، فتابعونا.